عندنا. الراجل عنده عزة نفسه وكرامة زيك. شكرا. مش ناقصك غير حاجة واحدة، لو كملت يبقى ما فيش زيك. ايه هي؟ شوية صبر، أصل الستات ما بيكونش دايما بالأوامر يا حضرة الظبط. ولا إيه رأيك عليا هنا؟ لا في دي عندك حق يا سيادة اللواء، بجد محمد في دي غلطان 100%. بس دلوقتي بقى احنا لازم نتعشى مع بعض. ايه يلا ريح. طب بسرعة بقى يا ماما. حاضر. منور يا حماد. منور يا حماد. أهلا يا حماد. ألو. أيوة. لا لا. مسألة السكة وأكون عندكم. سلام سلام سلام. دياب. بتكلم مين؟ شغل. بردك هتطلع وترجع وش الصبح زي كل ليلة؟ قلت لك شغل. لساك ماشي في الطريق الواعر ده بعد كل اللي حصل؟ ده شغلي وما تتدخليش فيه واصل. راكبك هم الدنيا ليه؟ ما اللي اسمه منير جالك واعتذر لك وكان ناقص يبوس رجلك وتذللك، خلصنا بقى. من امتى بتصدق كلامه؟ ما انت عارف ان هو ملوش كلمه. ملوش كلمه على نفسه، مش وانا موجود، طول ما انا جنبك ولا يقدر يهود ناحيتك لا انت ولا ملك. انت تعرفه منين يا حسام؟ هنعيده تاني يا ايمان؟ ما قلت لك معرفه قديمه. ماشي هعملك لا عشان ايه؟ استنى. ملك نامت؟ نامت. عشان الحاجات دي ما ينفعش ناخد فيها ريسك. نامت. مش عارف، حاسس بزلمه في الكهرباء، النور شكله هيقطع ولا ايه؟ مستني كده ببص على النور. ايه الضحكه الحلوه دي؟ نامت. دياب على الارض لما اطير فيها. خليني زي ما انا بدل ما اقع على جدور رقبتي. انت طيري معايا وانا رجعك الارض تاني. يا سلام. قلت لك ده كيف ملوك، والغلابه اللي زيكي لازم يجربوها. وافرض خدت عليه. تعالي خلاص. انت دافع حاجه من جيبك؟ مش هكسف ايدك. اهطر لي مره من نفسي. انزلي. مستني حد؟ تلاقيه زفت واحدة. افتحي. Thank you.
مين دي يا دير؟ مين دي؟ اطلعي برا! اطلعي! جيت من الأغنية يا طاهر وبقى عندك الملايين كده أحسن من البنك 100,000 مرة. هو أنا ناقص كلام وحد يجي يقول لي من أين لك هذه؟ ده أنا غلبان وأغلب من الغلب، والفلوس دي أنا جايبها بطفح الدم، يعني هي جت علي. جاي تطلب مني السماح؟ تعرف انا قلبي كان حاسس، لكن قلت الشيطان بيوزني. مين الشيطان اللي وزك يا حكمة؟ جاي عشان يكذب؟ طب روح اول خد طارك من اللي قتلوا ناسك. اقول لك مين الكلب وقد الكلب اللي قال لك انا بعمل ايه؟ طاهر روح روح اكتب يا سبع. اسمحي يا حكمة، أنا ما كنتش ما كنتش إيه يا دياب؟ ما كنتش إيه؟ ما كفكش ولدنا اللي مات؟ بدل ما تستهدى وتعجل راح تفجر؟ طب راعي ربنا في ولدك اللي لسه في بطنك. غلط غلط يا حكمة، ما كنتش في وعي. ده عقلي مني أول ما ولدي راح. أنت عقلك طايح من زمان، طلقني. مش هطلقك يا حكمة. اكده ماشي، انت تموت ولا النمارة تاخدك مني، والحكومة هي اللي هتطلقني لما تعرف انك لساك حي. جنين مات في بطنها. كتير كتير يا رب، كتير يا رب، كتير كتير والله كتير يا رب. تمام يا رجاله، كل واحد فيكم عارف الدور اللي هيقوم بيه؟ تمام يا جنرال. وطبعا حامد هو اللي هيأمن دخول الشحنه دي من على الحدود. سليم يا ريان، حامد اللي هيأمنها، بس ما نعتمدش عليه. حامد جبان وخسيس، ممكن يأمن لنا حاجه ويورطنا في حاجه ثانيه. قصدك يا جنرال ما تقلقناش. واحد يبيع امه عشان الفلوس، الفلوس عمياء، مستني منه ايه؟ اي غلطه هو مش عامل حسابها ممكن تودينا كلنا في داهيه. بالعربي كده لا يعتمد عليه، لازم نمشي ورا دماغنا. انا بقى يا حسن باشا نفسي امسك في زماره رقبته.
هطلعها في ايدي على اللي عمله فيك ده. صبركم عليا بس نخلص المصلحه بتاعتنا دي ورقلب للمفبوكه ده. ايه ده لال؟ بالراحه يا بوب، حامد ده بتاعي يخصني. خلينا دلوقتي في الخطه، تمشي زي ما اتفقنا. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. يلا جود لك. طب اسبقوني انت يا رجاله، انا عايز عمهم في كلمه. ماشي يا لال. عملت ايه؟ ده عنوان دياب وحكمة يا عمهم، ولعله خير ان شاء الله. ربنا ما يحرمني منك يا لعل. حكمت حكمت، انا عارف انك مش هتسامحيني على اللي حصل. لو عاوزه ترجع البلد تاني ارجعي، وانا جاهز لاي حاجه. اللي حصل ده يا حكمه قدر ربنا. كل شيء بيتعوض يا حكمه، بيتعوض يا حكمه. انا من ساعه ما ماتوا عيالي وانا عايش زي الميت يا حكمه. انت فعلا بقيت ميت. العواف يا عروسي. ايه يا طاهر العواف دي؟ اسمها صباح الخير او مساء الخير؟ مساء الخير يا عروسي. ايه رايك في قطفة الورد دي؟ قطفة؟ ايوه، ده اني قطفهالك مخصوص عشانك يا قمر انت يا حلو. بقولك يا طاهر، ممكن تفوق شويه من اللي انت فيه عشان نعرف نتفاهم انا وانت؟ ماني فايق اهو. قولي لي انت عايزه ايه واني تحت امرك. انت عارف ان انا اتجوزتك عشان تحملي ابني باي وسيله، لا عشان بحبك ولا بموت فيك، فبلاش بقى جو الورد والشموع السوداء اللي انت بتعمله ده. واني عند وعدي ورحمه ابويا ما فيه بني ادم يقدر يقرب منك، لا انت ولا حسام الصغير. ايه رايك؟ طيب في بقى حاجه تانية انا عايزاها منك. اؤمريني اؤمريني واني تحت الامر. بص يا طاهر، في حاجات في لبسك وفي شكلك لازم تتغير، يمكن نليق على بعض ويحصل الكيمياء. كيمياء؟ كيمياء ايه يا دكتورة؟ كيمياء ايه؟ يعني تحت امرك، شوفي انت عايزة ايه واني موافق. بص بقى، اول حاجة لازم تعملها تشيل شنبك. شنبي ايه؟ شنبي ايه ده اللي اشيله؟ داني ببقى واقف كده في المجلس والشنب ده عامل لي هيبه، وبعدين الشنب ده عامل لي توازن، يعني اني لو حلقت شنبي هقع على ظهري. لا خليه طبعا عامل لك توازن لا توجع على ظهرك، عن اذنك. يا شاهندي شاهندي، يعني مش فاهم هي عصب في ايه؟ في ده وقته يا دياب. الو، ايه يا سيد الناس؟ ايه؟ اجي لك حالا. طب يعني ما ينفعش ناجلها؟ طب ماشي قول لي انت فين. طب خلاص هجي لك. خلاص حاضر، سلام. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اصالحها الاول ولا اروح له الاول؟ لا، المصلحه الاول. قال الله يرحمه. جاي تشمت فيا يا ود الهلالي؟ بالعكس، ده انا زيك بالظبط،
مجرب عارف يعني ايه الواحد قلبه يتحرق على فراق ناس بيحبوه. ده حزن وما ليكش دخل بيه. حزن واحد كلنا بني ادمين يا ست حكمت، وبعدين الاصول اصول. ده انا كنت شريك جوزك، شاركت الهم والندامه. بس الحج مش عليك، الحج عليه هو اللي سابك تعيش وحط يده في يدك. اديكي جبتي المفيد. بص بقى يا ام منصور، الله يرحمه طبعا ويحسن اليه، واضح ان انا وانت في بينا وبين بعض عداوه وكره لله في لله، بس انا عايزك تراجعي نفسك. بيتهيألي لو عرفتيني كويس مش هتكرهيني ولا هتبقي عايزه تقتليني، بالعكس ده انت احتمال تحبيني. ما عاوزاش اعرفك، وبقولها لك يا ود الهلالي نهايتك على يدي. يعجبني فيكي صراحتك وثقتك بنفسك وبحترمها، وعشان صراحتك دي انا هجيب لك من الاخر. خلي جوزك يبعد عني بدل ما هدبحهولك، ومش هيلحق يربي اللي في بطنك. والمره الجايه حاجه الاقيكي بتقري الفاتحه، بس بدل ما بتقريها لواحد بتقريها لاثنين. ولا تقدر تمس شعره واحده مني، عارف ليه؟ لانك ضعيف، اضعف منيه بكتير. ما درتيش؟ مش انا اتغيرت وما بقتش اضعف منيه بكتير، وبقيت قوي. بفرم اللي هو في سكتي وممكن اسحله كمان، وهعدها لك. حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك. خلي دياب يبعد عني، ده لو كنت لسه بتحبيه وعايزاه، وربنا يجعلها اخر الاحزان ولو اني اشك. سلامة يا طاهر بيه. الله يسلمك يا واد وهداه. ايه سيدياب، ازيك يا سيد الناس؟ تعرف ليه يا طاهر؟ الناس بتربي كلاب. ليه الناس بتربي كلاب؟ الناس بتربي كلاب عشان يحرسوهم، وعشان لو فيه حرامي دخل الكلاب دي تهوهو عليه. مش بس كده، لأنه الكلاب بتكون مخلصة قوي لصاحبها. بس في بني آدمين أحط وأنجس من الكلاب، مهما ربيتهم يبقوا مسحورين ولازم ينهشوا بلحم صاحبهم. أيوة بس ده يبقى كلب ابن 60 كلب ويستاهل الذبح، وعلى رأي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل. وليه انت لعبت لك معايا يا طاهر؟ أني؟ أيوة انت. أني يا سيد الناس ألعب بديلي معاك انت؟ ده أني لو عندي ديل أقطعه علشان خاطرك. اخرس وسيب الكبير يكمل كلامه يا بو. انت اللي تخرس خالص وما تفتحش بوقك. أني وسيد ياب بنتكلم، انت تخرس. طاهر ده الموبايل بتاعي. يعني ده موبايلك؟ ايوه. ده انا قلت مش على ايه، دورت عليه في كل حته وما كنتش عارف هو فين. انا كنت عارف هو فين. اللي انت بتعمله ده يا سيدياب، هو انا عملت حاجه؟ والنعمه الشريفه انا ما عملتش اي حاجه. بس خلي حكمة تسلط عليه، عاوز تخرب بيني وبين مرتي. دي هي الفضائل في الدنيا طاهر، واللي خلق الخلق لبعتك على الاخر يا خاين. بتخون سيدي دياب يا كلب، ده انت راح بكتافك من خيره. والنعمه الشريفه ما حصل، والدليل على كده اني حفظت سره لما كان هربان. قالي لو خاين كان زمانهم قبضوا عليه. وجوازك من اخت حسام الهلالي مش خيانه برضك؟ هو اتجوز اخت حسام الهلالي؟ ده انتوا عاملين علي ربطيه. ربطيه ايه بس يا سيدي الناس؟
ده أنا عملت كده عشان أبقى قريب منه وأعرف كل أخباره وأقولها لك، يعني أنا ضحيت بنفسي واتجوزت أخته عشانك. للدرجة دي؟ هي عفشة؟ عفشة كيف يا سيد؟ الواد كامل بيقول إنها زي نهضة القشطة. يا ابن الكلب يا خسيس يا كامل. زي نهضة القشطة؟ معناتها بتتاكل وكل. إيه رأيك يا وهدان؟ نجيبوها ونسهروا معاها ليلة، دي مهما كانت بقيت واحدة منيني، لازم نقوم معاها بالواجب. يا ريت يا سيدي. حسام الهلالي بيجهز لعملية جديدة عن طريق البحر. المكان عفش، ما يصحش تيجي، والمكان كده لازم نرتبوه. البضاعة كلها 3 كونتينرات هيدخلوا مصر عن طريق السلوم. وحدان ما تنساش جزازتين شمبانية، عاوزين نروقوا دماغ العروسة. ودي حاجة تتنسي، العروسة لازم تتبسط. هيتحملوا على ظهر تريلا كبيرة وهيدخلوا مصر على انهم لعب اطفال جاية من الصين. شفت بقى؟ شفت يا سيدي الناس انا بعمل ايه علشان خاطرك؟ حلو، وما قلتش الكلام ده قبل سابق ليه؟ ماني لسه عارف الكلام ده، وجيت النهاردة عشان اقوله. جيت كيف؟ احنا اللي كلمناك عشان تيجي. سيدي دياب، الواد ده كانه بيلعب علينا. العب ازاي بس يا وهدان؟ العب ازاي؟ والنعمة الشريفة اني ما بلعب. طب وغلاوتك عندي يا وهدان ما بلعب؟ وبعدين العب ازاي واني مصلحتي من مصلحتكم؟ من دلوقتي، من دلوقتي يا ظاهر اصل احنا هتختلف. سيد الناس يا سيدي دياب، ابوس ايدك ابوس ايدك. سيبني عايش، سيبني عايش، داني عريس جديد. حرام عليك وحياه الغاليين عندك. ما بقتش حاجه غاليه عندي، الغاليين بقوا تحت التراب. شهد على الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. أني ما متش، أني ما متش صح؟ ما متش، ما متش صح؟ أنت كنت فاكر إني حقتلك؟ أيوه، أني كنت شاكك. الشيطان شاطر يا سيدي الناس. الشيطان شاطر، بس حسيبك إنه بديت أعيش. والنوبة التانية، لو لعبت بديلك كده ولا كده، أقسم برب العباد لا تكون الرصاصة في نص راسك. فاهم؟ فاهم. ومن السعادة عايزك تعتبرني مداس في رجلك. اديني رقم الضابط محمد اخو حسام. وده عايزه ليه؟ الحساب ده سهل. من دلوقت بتنفذ كل اللي بقوله وانت ساكت، مفهوم؟ الموبايل عندك اهو، خد منه كل النمر اللي انت عايزها. هات لي قهوة تانية ولا بس؟ ده تالت فنجان قهوة تشربه في ساعة يا أستاذ عمر. أنت مالك؟ هو أنت اللي بتحاسب لي من جيبك؟ اتفضل روح اعمله. أنت حر. صباح الخير. لو سمحت عاوز أشوف حل الفيزا بتاعي. مالها يا فندم؟ كنت عملت لها الباسورد وبعد كده نسيته. في حد ينسى الباسورد بتاعه يا أستاذ؟ ما هو ده اللي حصل بقى، ومتعشم إن حضرتك تشوف لي حل. مفيش مشكلة، إحنا ممكن نغير الباسورد ونعمل واحد جديد. طب وده ياخد قد إيه وقت؟ يعني من 15 ل 20 يوم. معقول؟ استنى 20 يوم تاني؟ والله هو ده اللي عندي. اتفضل املى الورقة دي واديني بطاقتك لو سمحت. البطاقة يا باشا. هو أنا مش عارف راحت فين صراحة. ما ينفعش كده يا أستاذ. أنت كده بتعطلني عن خدمة عملاء تانيين. طب وأنت حضرتك بتزعق لي طيب؟ أستغفر الله العظيم يا رب وكل ذنب عظيم. حاتم. انده لعمر. وخلص أنت معاملة العميل اللي معاك. افتح يا عم. ازاي يا كريم؟ صباح الخير يا فندم. وهيجي منين الخير؟ وانت بقيت مستهتر وعلى طول بتيجي متاخر، وكمان كشري وقافل وشك وقافش على العملاء. يا فندم حضرتك انا مش عايز ولا كلمه.
انا شايفك كنت بتكلم العميل وكانه بيشتغل عندك. معلش يا فندم، خل ايديا اليومين دول. ضيق على نفسك يا سيدي، مش على العملاء. وبعدين هيكون ايه يعني اللي معكر مزاجك اليومين دول؟ يا فندم بيتي عيل الصوت، والشقه اللي انا قاعد فيها انا ومراتي شفت كل مرتبي. شوف يا عمر، مهما كانت مشاكلك ده مش عذر ابدا انك تتعصب على العملاء. انا اسف يا فندم، اوعدك انها مش هتتكرر تاني. اوكي، انا هقبل اسفك المره دي، انما لو حصلت مره تانيه انا مش هقبل اي اعذار. ميرسي جدا لذوقك يا فندم. بعد اذنك. راح فين؟ روح اكمل شغلي على مكتبي. لا لا لا، انت اجازه بيت اليوم. ليه يا فندم؟ مش احسن ما العملاء اتفشوا؟ انت تروح تريح النهارده وتجينا بكره وعلى وشك ابتسامة. حاضر يا فندم، بعد اذن حضرتك. اتفضل. وعدان، ما تنساش تظبط وش العريس، عاوزه يروح للعروسه متظبط. الو، الضابط محمد الهلالي؟ ايوه، مين معي؟ مش مهم تعرف مين معاك، المهم عاوزك تعرف اللي مغلبكم وبيدخل شحنات سلاح للبلد هو اخوك حسام الهلالي. انت كذاب، انت مين يعني؟ كذاب. لو عاوز تتاكد، اخوك عنده عمليه جديده يوم الجمعه على حدود السلوم. وما تنساش يا حضرة الضابط، ما تنساش تسأل نفسك سؤال، هو أخوك حسام ده جاب الفلوس دي كلها من فين؟ أنت مين يا هلا؟ ألو؟ ألو؟ كذاب، أنا كذاب. طمني يا ماما، هدوني مرتب كبير ده علشان اشتغل في التخليص الجمركي، يعني بحكم معارفي وعلاقاتي في المواني من ايام الداخليه. يعني خلاص فقت من اللي انت فيه وهتمشي صح يا حسام؟ يا امي، ما حدش بيمشي في الغلط بمزاجه، الظروف هي اللي بتجبرنا على الغلط، بس مع اول فرصه للصح الواحد بيرجع زي ما انت شايفه. ايوه كده يا ابني، طمنت قلبي، ربنا يطمن قلبك. انا مش عايزه اقول لك يا حسام انا مبسوطه بكلامك ده قد ايه. مساء الخير. مساء النور، تعالى بارك لحسام. ابارك له على ايه؟ حسام يشتغل في شركه تصدير واستيراد. ايه، مش طالع منك كلمه مبروك يا محمد؟ مبروك، بس على الله كلامك يطلع صح يا حسام. معلش يا حسام ما تزعلش منهم، انت عارفه يعني لما بيتقمص بتبقى راسه ناشفه قد ايه. اللي اخوك فيه ده مش امس، انا مربيه وعارفه كويس، مربيك انت وهو، انتوا الاتنين عيالي مش اخواتي. اخوك كان شايفني حاجه كبيره جدا، ومن وجهه نظره ان انا خذلته كسرته قدام الناس، بس اذا ربنا ادانا العمر الايام جايه كتير وكفيله تثبت له ان انا ما خذلتوش. يعني خلاص مش زعلان منه؟ حد يزعل من عياله؟ ما قلتلك انت وهو مش اخواتي، عيالي. ربنا يهديك يا ابني ويخليكوا لبعض. ربنا يهدينا جميعا يا ماما وترضي عننا كده. بقولك يا ايمان، انت متجوزه؟ كنت، الله يرحمه بقى. خلاص عريسك عندي، اخويا شغال في الخليج وراجع مخصوص عشان الفرح ده. لا انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. ما تفكريش في ليه؟ ده انت صغيره وزي القمر، يعني ما نفسكيش تبقى عروسه زي العرايس اللي انت بتزوقين كل يوم والتاني؟ انا لبست فستان فرحي خلاص، كل الفرق معايا دلوقتي اطلع بنتي دكتوره زي ما ابوها الله يرحمه كان عايز. الله يرحمه. منيره، جالكم كلامي؟ طلعت ماشيه في الحرام وحبله كمان. انا مش مصدق اللي بيحصل ده. يا جماعه يمكن حبله من دياب، حرام عليكم. دياب؟ دياب ميت من شهور. يا دي الفضيحه، والعمل دلوق؟ العمل عمل ربنا، وربنا رايد يفضحها. ما بزيادك يا نجيبه عاد. بزياداني ليه؟ ما انا قلت لكم انها مش شريفه، وقفتوا كلكم ضدي. ما كناش نصدق ان حكمه تعمل كده، كنا فاكرينها اصيله وعندها شرف.
وهتجيبي منين الشرف من واحدة خاطية زي دي؟ يا خسارة يا حكمت، يا خسارة. حلها الوحيد إنها تتقتل ونغسل عارنا قدام الناس. حرام عليك يا شيخة، ليه القسوة دي؟ دي عاداتنا، ولو عمها ما قتلهاش أنا ليا تصرف تاني. اهدي يا حكمت، اهدي. أنا قلت لك هتصرف. أيوة هتصرف. إيه كان نقصنا يا إيه؟ إيمان، إيه ده حسام؟ دي عربية جديدة؟ إيه رأيك؟ مبروك. الله يبارك فيكي، جبتها بالقسط عشان أترحم بقى من زحمة المواصلات. إيه رأيك يا ملوك؟ يعني الله، وانت ركبتيها عشان تقولي يعني؟ امال لما تسوقي هتقولي ايه؟ انا لسه صغيره وانت عارف كده. انا عارف يا سنتي، بس انت مش هتسوقيها لوحدي، انا هسوقها معاك. ايه رايك؟ اتفقنا. ايه اتفقنا؟ بالمناسبه دي هعمل لكم بكره يوم رياضي. يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني اقصد نحتفل بالعربيه الجديده، نخرج نتفسح نتمشى شويه يعني، عشان خاطر ملوك. ولا ايه يا ملوك؟ هنيجي طبعا. اهو شفت بقى، ماشي دي. لو مالك وافقت يعني انا موافقه. اي مالك موافقه؟ طب خلاص انا موافقه. يعني احتمال ماما تبقى موجوده، شهنده، حصان الصغير، يعني لو نتبسط شويه. يا ريت. طيب اشوفك الصبح ان شاء الله. باذن الله. صباح على خير. مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامه. ارتجل. مين اللي حب عليك يا فاجري؟ يا عم حرام عليك، ما تقولش كده. امال اقول ايه؟ تحبنا وجوزك ميت. جبت لنا العار ومش همحيه الا موتك يا فاجري. يا بايش عايش وكلمته وهيادي. بتقولي ايه؟ صدقني يا عمي، دياب عايش ولا في بطني ده ولده، ولا حره وشريفه، عمري ما كنت خاطيه. كيف عايش والحكومه ذات نفسيها بتقول انه ميت؟ فكراني اكل من كدبك وارحمك يا فاجري. صدقني يا عمي، دياب عايش والله العظيم عايش. انا صادق بيه. دياب، دياب دياب منصور البطاش، شحمه ولحمه، اللي عنده كلمة يلمي. استشعر منك واصل. طمني يا منصور. دل على السلامة يا دياب. عاوزكم تعرف اللي في بطن حكمة دي يبقى ولدي جابر، ورد دياب البطاش أشرف من الشرف وبميت راجل، واللي حيدوس لها عطرف اقتله واشرب من دمه. حقك علي يا دياب، اعذريني يا حكمة، فهمت الموضوع غلط. المهم انك فهمت صح ودلوك، وزي ما فهمتوه صح عاوزكم تكتموه. اللي ينطق كلمة واحدة اقسم برب العباد لنهاشه بسناني. حكمة هتتدلى معايا لمصر، وانتو اللي عاوزة منيكم اي حاجة هتوصلها ولحد هنيه، لانه بيت الكبير هيبقى مفتوح، لانه الكبير ما ماتش. الكبير اهو قدامك يا صادق بيه، فاهم ولا لا؟ لازم نمشي بسرعة قبل ما حد يعرف انك هنا.
حاسب حساب كل حاجة. ها؟ اتبسطت يا ملوكة؟ اتبسطت قوي يا أنجل حسين. أخيرا لقيت حد هي تقعد تلعب معايا. إن شاء الله بإذن الله كل ما أبقى فاضي موريش حاجة هنخرج كلنا سوا. والله دي أول مرة اتبسط فيها من مدة طويلة قوي. الله يرحمه، الله يرحمه حسين يا حسين. الله يرحمه. صدقني إن أنا كمان أول مرة اتبسط فيها من مدة طويلة قوي. ربنا يصبرك يا حسين. ربنا يصبرني. ميرسي يا مامي على الفسحة الحلوة. ميرسي على إيه يا حبيبتي؟ أنتِ قولي ميرسي لأنكل حسين. أنكل حسين ده طلع طيب قوي يا مامي. أنا حبيته. هو كمان حبك قوي. مامي ممكن أقول لأنكل حسين يا بابي؟ بابي؟ ليه يا حبيبتي؟ أصل لما لعب معايا حسيت إن هو بابي. هو فعلاً عامل زي بابي أوي. أنت هتقعدي ترغي؟ نامي نامي، أنت عندك مدرسة يا رغاية. بحبك. هاتي بس. الله ينور عليك يا باشي. هو ده الشغل ولا بلاش؟ انت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة. انا ما جاليش نوم. ايه السلام؟ وشمعنى يعني الشحنة دي؟ ما انا ياما خلصت لكم شحنات. ايه المشكلة في دي؟ يعني فيها ايه دي غريبة يعني؟ لا يا باشا، اصل الشحنة دي زبدة الزبد. زبدة الزبد؟ مش فاهم. افهمك. ما انت لازم تفهم. لان انت خلاص يعني بقيت واحد مني. ما بقتش غريب. الشحنة اللي انت دخلتها بشطارتك دي في اجرة صيني متهربة في لعب اطفال. يا نهار ابوك اسود، بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها من الصين؟ الله ينور عليك، هو ده اصل الشغلانه، والباقي كله تمويه. ده انا هوديكوا في 60 داهيه. انتوا ازاي تخلوني اشترك في جريمه زي دي؟ جريمته جريمته لا سمح الله. هو احنا قتلنا قتيل؟ دي تجاره. ده تهريب. تهريب؟ انت ناسي يا طاهر انا كنت ايه؟ كنت يا باشا كنت، انما انت دلوقتي حاجه تانية. رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك. وبعدين اللي احنا بنعمله دي خير. فيه ناس غلابه يا حسام بيه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم ورقبتهم قد السمسمه. اسالني احنا بقى بنستورد الفياجرا دي عشان الغلابه دول يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم وبيوتهم ما تتخربش. انت اكيد اتجننت في دماغك. ما تكبرش الموضوع يا حسام بيه، ما تكبرش الموضوع واحسبها بالعقل. عقل؟ انت خليت فيها عقل؟ انتوا عايزين نخالف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسام بيه؟ المبادئ دي خلاص ما عادتش بتاكل عيش. بيعه بيعه واستفيد بفلوسه بدل ما تصدي جواك وتضطر تبيعها ببلاش بعد كده. انت الظاهر نسيت نفسك يا طاهر مصطفى. انا عمري ما نسيت نفسي، بس الظاهر ان انت اللي نسيت. نسيت انك رد سجون وما بقتش الباشا بتاع زمان. طاهر مصطفى اني بوعيك يا باشا، اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها. تقدر تقول لي خدت ايه من شغلك مع الحكومه غير المرمطه وقله القيمه وآخرة المتمة؟ استغنوا عنك ورموك في السجن. عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض، ما بيخافوش على بعض، إنما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لأن المصلحة واحدة. حق مش عليك، أنا اللي استاهل ضرب الجزمة إني قابلت أشتغل مع واحد واطي زيك.
ماشي أني واطي، بس يكون في عيونك انت مفيش حد هيوظفك ولا هيديلك المرتب اللي أنا بديهولك، وخصوصا لما اعرفوا ان انت سوابق. برا الباب ده مستنيك الفقر وقلة القيمة، ودول ما بيرحموش حد. اسمع كلامي، اسمع كلامي، وانا خليك تلعب بالفلوس لعب، واخلي الكبير والصغير يعمل لك ألف حساب. احسبها يا باشا، بس يا ريت تحسبها صح. حسبتها يا طاهر مصطي، واموت من الجوع اشرف لي نبيع كرامه الواحد واطي ووسخ زيك. بصراحه يا باشا، تمسكي بريهام هو اللي خلاني اجي اطلب ايدها للمره الثانيه، وعموما لو سعادتك رفضت انا مش هزعل، انا مقدر موقف سعادتك. بالعكس يا محمد، احنا يشرفنا انك تبقى جوز بنتنا. وبعدين كل عيله فيها الكويس والوحش، مش كده ولا ايه؟ وبعدين يعني بالنسبه لاخوك، انا ماليش اخ. بتقول ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، انا ماليش اخ. للدرجه دي؟ ده اقل حاجه ممكن اعملها مع واحد لطخ سمعه العيله. عموما يا محمد، ده موضوع يخصك لوحدك، احنا مالناش دخل بيه. احنا ما يهمناش الا انت يا حبيبي، وانت بسم الله ما شاء الله عليك زي الفل. شوف يا محمد، ريهام بنتنا الوحيده، واهم حاجه احنا عايزينها سعاده بنتنا. وطالما ريهام متمسكه بيك قوي كده، يعني احنا كمان مش هنقف طريق سعادتكم ابدا. يعني موافقين؟ الف مبروك يا حبيبي. وعشان اثبت لك جديتنا، انا ما عنديش مانع ان كتب الكتاب والفرح يبقى يوم الخميس الجاي هنا. معقول يا بابي؟ ومش معقول ليه؟ احنا كل حاجه جاهزه، مش ناقصنا ان نفرح شويه. ايوه يا فندم، بس انا لسه مش جاهز، اصل الشقه اللي انا حجزتها في مشروع الشرطه الجديد لسه ما استلمتهاش. ولا يهمك يا حبيبي، تعال اقعدوا معانا هنا والشقه تبقى تجهز على راحتك. وزي ما انت شايف، احنا قاعدين لوحدنا في فيلا طويله عريضه، وجودكم معانا هيونسنا. لا معلش يا فندم، انا احب اعيش مع مراتي في شقتي. اخس عليك يا محمد، احنا خلاص يا حبيبي هنبقى اهل. واحنا بنقول لك تعالى عيشوا معانا على طول، ده يا دوبك لغايه انت ما تستلم شقتك وتجهزها. هيبقى صعب ساعتها. مفيش حاجه اسمها صعب، انت تبلغ اهلك ان يوم الخميس الجاي الفرح وكتب الكتاب، ولغايه اخر الاسبوع نكون جهزنا كل حاجه. وافق بقى يا محمد، خلينا نفرح. على خيرة الله. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. ازيك يا حسن؟ ازيك يا مان؟ جبت لك شويه رز بلبن. مش عارفه اودي جمالك فين. كفايه بقى كلام ده عندي المرحله دي. فيك يا حسن؟ عندي شويه مشاكل في الشغل مش عارفه احلها ازاي. ينفع اسالك ايه المشكله ولا؟ طبعا ينفع، بس في شويه مخالفات بتحصل في الشغل، ولو وافقت عليها هبقى بشارك فيها. طب توافق ليه؟ ما تريح ضميرك وتقول لمديرك. طب لو قلت لك ان مديري شخصيا هو اللي مصر عليها وانا مش قادر اطوع، لاني هبقى بخالف ضميري. اوعى تخالف ضميرك يا حسين، مفيش اي حد يستاهل انك تعمل كده. عشان هتستفيد ايه لو كسبت العالم كله وخسرت نفسك؟ كلامك سليم، بس حتى لو قلت لك ان اللي انت بتقوليه ده هيخسرني شغلي وهرجع تاني عاطل لشغل ولا شغله. حتى لو خسرك العالم كله، ربنا هيعوضك بشغل انا احسن. في ايه يا حسين؟ احنا ناقصين؟ انت شايفه كده؟ كل واحد لازم يحط خطوط الحمراء لنفسه، ما يستناش حد تاني يحطها له. ده لو انت عايز تعمل حاجه صح في حياتك. بقول لك ايه يا ماما؟ ايوه حبيبي. انا اتفقت مع سياده اللواء على يوم الخميس الجاي عشان كتب الكتاب. والله العظيم الف الف مبروك. اهو كده اخبار حلوه بدل اخبار الهم اللي بنسمعها كل شويه. هم ليه تطلع الشر؟ يعني عاجبك حال اخوك؟ ده تقريبا شبه مقطعنا، ولا حال اختك؟ ما تقلقيش عليهم، انا بس عايزك تشتري بقى فستان حلو كده عشان كتب الكتاب. طبعا، ما احنا كلنا هنيك ان شاء الله. كلكم؟ اه. شاهين ده فين؟ شاهين ده في شغله يا حبيبتي، مطحونه في الشغل عشان تجيب فلوس للولد. والله انا البت دي صعبانه عليا جدا. وحسام فين؟ حسام مش هنا. حسام ابن شهند. اه ابن شهند نايم يا حبيبي، انت عارف ان عنده حضانه الصبح. يا بخته، نايم ولا في دماغه اي حاجه. ده هتقر على الواد.
أرض الحق، والله أنا بقر عليها. يا ريتنا كنا صغيرين ولا كبرنا. يا ريت يا حمادة فضلتوا صغيرين، على الأقل كنتوا فضلتوا في حضنه، إنما دلوقتي كل واحد فيكم في حتة، مش عارفة أتلم عليكم. بصراحة كده وما تزعلش مني، يا ريتني كنت مكانك. مكاني؟ مش أملة، دي مصيبة يا ابني. عندك حق فعلا، دي مصيبة. أنت ساعدت في التهريب من غير ما تعرف. مصيبة؟ يمين يشيلني شيلة شمال، تصحصحني وتعيشني بني آدم. بني آدم؟ أمال الحيوان يبقى إيه؟ الحيوان يا حبيبي اللي فوت فرصة زي دي وما يستغلهاش. باردون يا فوكس. معقول يا رب اللي بيحصل لي ده؟ يعني بعد ما كانت شغلتي إن أنا أقاوم الغلط وأمنعه، دلوقتي مجبر أصهين عنه وأشارك فيه كمان؟ طب يا باشا، ما أنت جربت المقاومة قبل كده وأديك شفت النتيجة إيه؟ ما تجرب بقى المرة دي السكوت، أكيد يعني النتيجة هتختلف. وبعدين أنت موظف عندهم، أرزقي يعني ما تأخذنيش. والمثل بيقول لك أربط الحمار واطرح محب صاحبه. أيوة يعني كبر لها. أكبر لها؟ أه. عيش وكل قراقيش يا فوكس، ومطرح ما ترسي، دق له. وبعدين دي مكويات، هي مخدرات يا بوب ولا إيه؟ ما تفهمه. حسام، العيال دي مجانين، وأنت أكيد مش هتسمع كلامهم. ما تنقطت أنت بسكياتك بقى، ما تخيبش الراجل. بص يا عمهم، فوتها واعمل نفسك مش واخد بالك، ولعله خير إن شاء الله. خير؟ أيمي خير بس. مش ملاحظة إن اهتمامك زايد بيه حبتين تلاتة يا إيمان؟ يا ماما ده جارنا وقاعد لوحده ومحتاج حد يقف جنبه، والنبي وصى على سبع جار. يا حبيبتي ما تنسيش إن إنتي أرملة، وكلام الناس كتير وماما بيرحمش، وخصوصاً إنتي داخلة خارجة على شقته. ماما مالك فيه؟ بتكلمي معايا كده ليه؟ أنا عارفة حدودي كويس قوي، والعلاقة اللي بيني وبينه علاقة إنسانية بس. يا ريت العلاقة الإنسانية دي ما تتطورش لحاجة تانية، وما تنسيش إنه رد سجون، وبعدين الفرق بينك وبينه كبير قوي. يا مساء السخونية. يا لهوي، انت جننت؟ اتجننت ليه يعني؟ ده راجل قليل الادب، عامل لي فيها مدير وعمال يهزقني في رايحه وجايه. تقوم تحطه في الباكابورت وتقفل عليه؟ ده انت بتتلكك له بقى علشان تسيب الشغل. وانت بتتلككي يا منيره عشان ما اشتغلش معاكي في الكوافير. وانت هتشتغل ايه يا اخويا في كوافير حريمي؟ انت غطاس في المجاري. يا ستي غطاسيني في اي حاجه وانا سد بعون الله، ما انت عارفه لي فهلاوي وعجبك. قلت لك 1000 مره لا، مش معنى انك سبت شغلك هخليك تيجي تشتغل معايا. اخس عليك يا منيره، ده انت مراتي وحبيبتي، مش معقوله تسيبيني كده وما تشيلنيش في ازمتي. اشيلك ده ايه يا اخويا؟ هي المشرحه ناقصه؟ مش كفايه بخلان علينا بمرتبك؟ اه تقطع يا اختي من كتر قرك، وما عادش عندي اي دخل. يبقى تقعد بلومتك تربي عيالك عبال ما اجي من الشغل، بدل ما اجيب شغاله تاخد بالها منهم. يا نهارك اسود يا منيره، انت عايزاني اسيب الغطس في المجاري واخدي في البيوت؟ يا اخويا محسسني انك هتسيب رئاسه الوزراء، ده بيتك ودول عيالك، تقعد تربيهم وتعمل حاجه مفيده احسن بدل ما تعدلها كده زي الكبه. كل يا سيدي دولار، مطرح ما يستري يمري يا اخويا. الاكل ده كله بقى اختي زوز وعاملاه مخصوص عشانك لما عرفت ان انت جاي. هي تعرفني من قبل كده؟ لا يا جدع، ولا لا يسير غيرك، ده انت حبيبي. ربنا يديم المعروف. هيديمه. كل يا سيدي دولار، انا اكلي مش عاجبك ولا ايه؟ بالعكس، ده انا عمري ما شفت اكل حلو كده من ايام امي الله يرحمها ماتت. ايه ده؟ انت عايش لوحدك يعني امك؟ عزبانجي يعني؟ عايش متقدر مع ابويا ومراته. ليه؟ هما بيكهربوك؟ هما فعلا مكهربيني. مرات ابويا يا سيدي حامل، شكلها هتجيب حته عيل يدخلني الجيش،
ده غير ان هم منظرين على الاوضه بتاعتي وعايزين ينطروني قبل كاش بره البيت. لعله خير ان شاء الله. قوم يا بنت زوزو اعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر يا ابي. ابي اخوك كبير. بص بقى دولار، انت صعبت عليا وانا قررت قعدك معانا هنا في البيت. في البيت فين؟ هنا معاك انت اختك؟ عيب يا جدع، الناس تقول ايه؟ قال لا ده انت هتكتب عليها. اكتب على مين؟ على زوزو اختي وعلى راي المثل، اكتب لاختك واحد زي اخوه. انا عمري ما سمعت المثل ده قبل كده. اديك سمعته. ايه رايك في المثل؟ في اختي زوزو. اكلها حلو. اكلها بس ما خدتش بالك من عينيها، شعرها، جسمها. يا عيب اختك يا جماعه. وانا بكلمك في حاجه حرام، ده جواز. انا كنت حاسس ان الاكله دي وراها مصيبه سودا. الشاي. تعالي يا زوزو سلمي على عريسك. حيلك حيلك عريسك ايه؟ ليه يا اخي وانا مشبهش ولا مشبهش وهو الطول ده عارف اني اتمناني، ده انا حلوه ومنظر زي القمر. بعدين يا دولار احنا بنشتري الراجل، اهم حاجه يبقى مكتوب في البطاقه دكر. لا من ناحيه دكر ما تقلقش، فهو دكر، لكن انا معيش بطاقه اساسا. وماله يا اخويا، نطلع لك بدل فائد او برضك نضمن ان هي تبقى سريه ساعه كتب الكتاب. انتوا طلعتولي بطاقه وكتبتوا كتابي وجوزتوني، واضح كده انكم داخلين على طمع، بس ما تقلقوش ان ابوكوا هيطلع على شغلك. طمع مين يا مأمل انت؟ تعرف اللي قدامك دي؟ تحتكم على ثروه. ثروه واملاك. ثروه واملاك بالمنطقه المعفنه اللي انتوا ساكنين فيها دي؟ طب انا هقول لك على حاجه، وانا طالع من تحت شمرت البنطلون. طب ايه رايك بقى انها بتحتكم على مرجحه مولد وعربيه بوم في احسن ناصيه فيك يا مصر؟ فين بقى؟ في منشيه مصر عند محطه الكاوتش اول الناصيه. بقول لك يا لعلو، دي بنت ناس وصاحبه املاك وثروات، وانا هتصيع مستهتر يا جدع. بقول لك معيش بطاقه، انت لازم تدور لها على واحد في مستوى. انت صح، بس احنا برضو ناس متواضعه، عايزين نشتري الراجل، وعلى راي المثل خدوهم فقره يغنيكوا ربنا. فكر ورد عليا ولعله خير ان شاء الله. تركب جنبي ولا تركب ورا؟ لا هركبك ورا. اقف هنا بس ثانيه واحده. يا طاهر فتح دماغك زين، اوعى تكلم، لازم هو اللي يعجب خاطره. حرام. لا احسن ما يمد رجليه علينا. يا طاهر اسمع، يا طاهر ما تنساش احنا عاوزينه في الاكبر من كده، لو ما جاش يبقى ملناش فيه مصلح. قول عليه يا رحمن يا رحيم. سلام. حسام به وصل؟ دي خامس مرة حضرتك تسأل عليه النهاردة، هو في حاجة؟ أنت هتعدي عليا؟ أنت مالك أسأل عليه كم مرة؟ أني أسأل عليه زي ما أنا عايز وأنت جو وخلاص، وصل ولا ما وصلش؟ لا لسه ما وصلش، بس أول ما يوصل هقول لحضرتك على طول. طب غوري من قدامي. غوري من قدامي وأول ما يوصل تعالي لي اديني خبر. أنا آسفة يا طاهر بيه، عن إذن حضرتك. يوقع سودي. سيب ولا يتهف في دماغه ويروح يبلغ عننا. مسترها يا رب، مسترها يا رب معايا يا رب. وصل يا فندم، وصل. الف حمد وشكر لك يا رب. وصل من امتى؟ لسه واصل حالا في مكتب. طب كويس، روح انت شوفيه يشرب ايه عبال ما اعمل تليفون. روح. الو. يا طاهر. حسام بيه وصل بالسلامه. وصل؟ ربنا يطمنك. الف مبروك علينا. سلام. انا حطيت شنطتي في اوضتك بس مش قادره افضيها دلوقتي. اقعدي اقعدي من هنا ورايح. ما عوزكيش تتحركي خالص لحد ما يجي جابر الصغير. ربنا يخليك لي وما حرمنيش منك خالص. وكلها كم يوم ونتنقلوا على المكان الجديد. نتنقلوا نروحوا فين؟ هو احنا لسه قعدنا؟ عفيلتك الجديدة تليق بيك انت وعيالي. من النهاردة ما فيش بعدي خالص. أحب على يدك يا سيدي، بكفاية بعد. ما في منصور. الأيام تجوف. الأيام تجوف.
ايه؟ يعني هو نايم نايم؟ تعالي مين حضرتك؟ صديق انا بستحي. تستحي؟ انت ازاي يا ماما تعملي كده؟ ازاي تكري ناس بلدياتك يخطف الولد من حضن امه؟ انا رجعت الولد لحضن ابوه. سبات شهدت دلوقتي عيني قلبها محروق، قلبها بيتقطع. ما يتحرق ولا يتقطع، ما هو ياما حرق قلوبنا قبل كده. متشكره قوي يا مجاهد، انت ملواني حقيقي، ما يجيبها الا رجالها. امرينا يا اسمها تاني. احنا خدامينك يا ستي، ما عايزاش مننا حد تاني. رايحين على فين؟ هنعود على البلد طوالي. خدوني معاكم، هات الولد. انت رايحه فين يا ماما؟ بس هروح بيت اهلي هناك في العزبه لحد الامور ما تهدى. انا عارفه ست شهنده مش هتهدى خالص، وهتتهبك بخطف الولد وهتجيلي كمان لحد هنا. انت يعني بتدبسيني في المشكله وبتخلعي؟ لا يا استاذ، انا بحافظ لك على ابنك اللي انت ما قدرتش تحافظ عليه يا سياده المحامي المحترم. طب بعد اذنك يا ماما سيبيني اقعد معاه شويه، انا لسه ما شبعتش منه. انت عارف البيت كويس قوي هناك في العزبه، تعال اقعد مع ابنك زي ما انت عايز وسؤالك وعزوتك. وانت ناوي تيجي معايا ولا؟ طبعا. امال هشيب حفيد لمين؟ يلا يا اخويا جاي شنطتك وحصلني تحت انا في العربيه. حاضر. امك بقت خطر قوي، يا ترى هتعمل فينا ايه؟ يا مرحب يا مرحب يا حسام باشا، نورت مكتبك. أنا كنت عارف إنك هتحسبها صح. بص يا مصطفي، أنا زي الزيبة وماليش ملكة وصوتي من دماغي، واللي يفهم غير كده يبقى ما يعرفنيش. فمش معنى إن أنا جيت تاني إنك ماسكني من إيدي اللي بتوجعني. معاش ولا كان اللي يمسكك من إيديك اللي بتوجعك يا باشا. ده أنت الباشا بتاعنا، ده أنت الكل في الكل، وأنا كل غرضي إنك تبقى موجود في وسطينا المصلحة تمشي. إشمعنى أنا طاهر؟ صعبت عليا يا باشا، بصراحة صعبت عليا، فقلت نرزق سوي أحسن ما نرزق لوحديني. بتهرب حاجة تانية غير الأدوية؟ هي الأدوية وبس، أدوية وبس، وكل غرضي إني أساعد الناس الغلابة وارفع راس الرجاله، وفي النهايه اكسب لي قرشين اقسمهم معاك احسن ما اقسمهم مع غيرك. هصدقك يا طاهر، هصدقك، لاني ما عنديش حل تاني غير اني اصدقك. لو على الادويه ماشي. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اسحب الحق يا حسام، قفل تليفوناتك لينا في مصيبه. فين يا شهند؟ ابني اتخطف يا حسام. ابني مين دي؟ اختي شهند يا طاهر. اتخطف ازاي يعني؟ مش فاهم. ايه دي بس عشان افهم. عربيه كان فيها ثلاثة خطفوه من حيطهوش. معلش. طب 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 يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ايه على فين؟ هعمل محضر اثبات حاله طاهر. طب اني حاجه معاه. مش مهم، مش مستاهله طاهر، مش مستاهله. مش مستاهله؟ دي مستاهله ونص. مش قادر يا حسام، هتجنن خلاص. يا شاهين ده مش رحنا الاسم وعملنا له محضر واتهمتيه بخطف الولد، خلصنا بقى. هو اللي خطف يا حسام، محدش ليه مصلحه غيره. قالي لو شفت ساهر طليقك دي هطلب اسناني. حسام تعالى نطلع عنده على البيت، انا متاكده ان هلاقي ابني، تلاقي امه اللي مقوياه. معربه الله يسامحها. وعيت الصوت ايه؟ هو وامه ان شاء الله. قولي لي السكه يا شاهين. اطلع على مصر الجديده بسرعه. يا ست شاهين، مصر الجديده مش كده؟ شو انت ساكت يا طارق؟ حاضر. وفوق لنفسك. حاضر. ابني خد يا نوحه فين؟ تعالى بس يا عنتر، تعالى اقف معايا هنا كده، احنا في بيتك. عيب. ابني فين يا ساهر؟ ابنك؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ ما تتلويش قوي كده، وحتى ابوك وكلمني. الواد فين؟ ما تنطق يا سيدي وتخلصنا، دي مهما كان امه وقلبها بيتقطع على ضناهي. انت مين انت اصلا؟ يا ساهر بقول لك ابني فين؟ ابنك كان في حضرتكم، وشكلك كده اهملتيه وسبتيه لحد ما اتخطف منكم. والله شكلك انت اللي بتضحك علينا يا ساهر. بس ورحمه سلمى مراتي اللي هي اختك، لو عرفت ان انت اللي خاطف الواد لا هيبقى لي معاك كلام تاني ورزل قوي. انت بتهددني ولا احسن؟ يا عم انا لا بهددك ولا يحزنون، كل الحكايه ان الواد اتخطف، وانا عايز اعرف انت اللي خاطفه ولا حد تاني. وهتفرق في ايه يعني؟ الله يطمن قلبك كده، ريحتنا.
وعرفت ان الواد عندك، قصدي ان انت اللي خاطف الواد. ايوه حسام انا اللي خطفته. اه يا حرام يا ندل، هوديك في 60,000 داهيه. اوعي تغلطي باي كلمه. وانت اوعى تمد ايدك لحسن اقطعها لك. ماشي يا حسام، الواد ده ابني زي ما ابنها بالظبط، ومفيش اي قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. سليم، مفيش قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. نتكلم بقى لما تهدى كده وتركز وعقلك يرجع في راسك. سلام. انت هتسيبه هو بيقول لك انه خاطف ابني؟ ما هو ابنه، ابنه من حقه يتمتع بيه زي ما انت كمان من حقك تدلعيه وتتمتع بيه، بس بعدين مش دلوقتي. عشان هو ايه اللي مش دلوقتي؟ انت مش شايف قلبها بيتقطع ازاي؟ الواد ده لازم يسهر النهارده. خلاص يا طارق، خلاص نتكلم بعدين. يلا شاهد، يلا يلا. المهم ان احنا اطمننا على الواد. روح يا شيخ، الهي ربنا يبتليك بمصيبه. يلا يا طارق. يلا يا طارق. يلا. اهدي يا شاهد، اهدي يا حبيبتي. اهدى ازاي بس يا ماما؟ خير يا شاهد، ايه اللي حصل؟ ازيك يا محمد باشا؟ صهر، انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ مش وقت اسئله دلوقتي، ابني اتخطف. صهر خطفه يا محمد. انا مش مصدقه ان صهر يعمل حاجه زي دي. انت بتقولوا ايه؟ هو اتجنن ولا ايه؟ ده انا هروح اجيبه دلوقتي واكسر دماغه. ابنك هيبات في حضنك يا شاهد. استهدى بالله بس يا حضره الظابط، هتكسر دماغه ليه؟ بأمارة ايه؟ الراجل خطف ابنه، يعني مفيش جريمه. انت هتحاميله ولا ايه؟ انا مش بحاميله يا حضره الضابط، انا بتكلم بالعقل. وفي الاول وفي الاخر مش عايزين الواد يشوف هم ابوه هما بيقطعوا في بعض. ساهر ما بيجيش غير بالعقل. الله يرحمه بقى. زي ما تقول كده، انا واخد على خاطري منك. اكمنك يعني سرقتني. قص عليك يا كامل. طب قول لي وانا اديك اللي انت عايزه. من ياما قلت لك وانت نشفت ريجي وزلتني، وبعدين ما انت سارقهم، هما يعني جايين بالحلال. طب هاتهم يا كامل يا اخويا يا حبيبي، ده ربنا وحده اللي عالم اني جايبهم ازاي. عايزهم؟ ايوه طبعا يا اخويا يا حبيبي. انت اللي قول. قلت ايه؟ اني اخوك وحبيبي. هو انا ليا غيرك؟ خلاص، يبقى نقسمهم الجسمه اللي على مزاج هاني، وتقول له الله يبارك لي. يعني ايه؟ يعني انت 125,000 جنيه واني 125,000 جنيه. ايوه بس ده ما يرضيش ربنا ابدا. خلاص اخبط راسك في الحيط، مالكش عندي حاجة. ماشي أنا موافق، ما هو نص العامة ولا العامة كله. بس انت هتعمل ايه بنصيبك؟ ناوي افتح شركة استيراد وتصديق، واقعد كده على مكتب وانجعس، وقلد بقى رجال الأعمال اللي بشوفهم في التلفزيون. والله فكرة، تشاركني؟ ومال؟ ما عنديش مشكلة. طب هات بقى فلوسك نحطها على فلوسي عشان نعرف نبتدي الشغل. ايه يا ولد الضحكه اللذيذه دي؟ ده بعينك يا اخوي. امال احنا هنشتغل ازاي؟ لو انت جد في كلامك يبقى يلا بينا ننزل على مصر ونمضي العقود هناك عشان اضمن حقي. اه ما ينفعش الكلام ده يا صهاب، الكلام ده ما ينفعش عندي. الزباين شافته بطلها وبتعدي من المحل ولسه في جيوبهم في فلوس. يعني سعادتك عايزنا نعمل ايه يا منير بيه؟ مد ايدينا في جيوبهم. تمد ايدك ان شاء الله في عينيهم. الله الحق عليهم، جم برجليهم يبقى الحق عليهم. ده انت عايزنا نسرقهم بقى. نيفر يا دولار. مسيو موني اكيد خانوا اللفظ، بتهيألي هو قصده ننصب عليهم. وهي فرقت ايه؟ نسرقهم زي ننصب عليهم الاثنين واحد. نسرقهم ننصب عليهم ان شاء الله حتى نثبتهم. المهم ناخد الأوباي ولعله خير ان شاء الله. الله عليك، لعله هو ده الكلام المظبوط. على فكره انا بيعجبني اجتهادك واخلاصك في العمل. العمل عباده منير باشا. بس انا مش موافق على الكلام ده، احنا شغلتنا هنا نامن المحل، مش نهدد الزباين ونقلبهم يا منير بيه. نقلب الزباين؟ اه نقلبهم. حلو قوي. انتوا ناسيين ان انتوا رد سجون لصوص وحراميه؟ انتوا تبوسوا ايديكوا ووش وظهر اللي انا شغلتكم بالكباريه المحترم ده. هو انت اشتريتنا ولا ايه؟ اشتريتكم؟ يا ريت يا ريت ليكوا سعر انت وهو عشان اعرف اشتريكم. يا عم انت بتعايرنا ولا ايه بس؟ لا يا جماعه بليز، اكيد في ميس اندرستاندينج. مسيو منير راجل جنتي واكيد هو عارف احنا مين كويس. انا بس بفكركم عشان تحطوا عقلكم في راسكم وتفكروا كويس قوي. شيلوها لك ميله عشان شغلتكم في الكباري المحترم ده. يعني انت شغلتنا هنا عشان احنا حبسجيه ورد سجون وحراميه؟ لا حبيبي،
انتوا مش رد سجون، انتوا دكاترة خريجين من السجن يعني دكاترة. واضح يا سادة دكاترة انكم مش هتعمروا معانا في الشغل هنا. العيب مش عليك، والله العيب ما عليك، العيب على الدنيا اللي خلت واحد زيك يلطمنا ويتحكم فينا. بس ليك يوم يا منير، وخليك فاكر الجملة دي كويس، ليك يوم. احنا مالناش سهر. ماشي. استنى حسام. معلش يا منير بيه ما تزعلش منه. الواد ده لازم يمشي. كله اللي كده يا باشا. الواد ده عظمة ناشفة وظبط لنا المحل. ولو مشي المحل هيخسره. احنا نصبر عليه وكله بالحنية بيلين. طب بسرعة. الحوا قبل ما يمشي. يا حلاوه يا اولاد، يعني احنا هنسيب الكافر ونقعد في مصر؟ داني الفرحه مش سيعاني. وانت مين قالك يا جاموسه انك هتنزلي معايا مصر؟ انت مش رحت مصر انت وكامل واجرت شقه ومكتب؟ ايوه، واديني رجعت عشان ابيع البيت والارض زي ما انت شايفه. مادام هتبيع البيت والارض يبقى هنسافر معاه. لا، انت والبنات هتتلقحي عند امك. وهون عليك تسيبني والبنات؟ مش دول بناتك برضو؟ بلا خيبة، ده انا خلفتهم في ليلة ضلمة، خلينا عيش في النور. يعني هي جت علي؟ ده انا نسيت اقولك على حاجة مهمة. خير يا سابعي؟ انت طالق بالتلاتة. يلا ولو عايزة نفقة ايه ابقى ارفعي قضية وابقي تفي على قبري لو خدتي حاجة. ست طاهر ما تسيبنيش يا ست طاهر. حرام عليك يا اخويا، انا ماليش غيرك. هاتك الهم يا ست طاهر. استنى يا ست طاهر. يا ست غوري في داهيه. انا ماليش حد غيرك يا ست طاهر. استناك وحيه عليا من هنا. ست طاهر اطلع يا اسطى، ولو جت تحت العجل افرمها. يا ست طاهر استنى يا اخويا. استنى يا اخويا. استنى يا ست طاهر. يا ست طاهر والنبي ما تسيبني. يا حزني يا ما يا حزني يا حزني. حامل وانا بقالي 6 اشهر ميت قدام الخلق، كيف يا حكمت؟ والله ما انا عارفه اعمل ايه. العيل ده لازم ينزل. ينزل؟ انت اللي بتقولك ده يا دياب؟ على عيني يا حكمت، بس بكره بطنك بتكبر وهنتفضح قدام الخلق. ايوه بس ده حرام. بعرف انه حرام، ربنا يسامحنا وعوض علينا بغيره لما الامور تتحسن. السلام عليكم ست حكمت. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا طاهر. واضح انني جيت في وقت مش مناسب، بالاذن. خليك يا طاهر، اقعد. داني كنت جاي عشان اقول لك خبر حلو جايز يخرجك من الحالة اللي انت فيها دي. قول. اصلاني والواد كامل اخويا المنتن ده اللي انا عرفتك عليه، فتحنا شركة استيراد وتصدير زي الشركة اللي فتحتها انت ووهدان، او يعني الشركة دي تبقى غطى على شغلنا التاني. عفارم عليك يا طاهر، اهو قد الشغل ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة تاهت وما حدش هيقدر يتابعها. مش ناقص غير ان انت تلاعب لنا القرد وتوصلنا على بضاعه نجيبها من بره نبيعها وناكل فيها لقمه عيش. يا ريت يا طاهر، بس كيف؟ ده احنا بحاجه لرجال. ده التهريب عاوز له ناسه، مش اي حد يعرف يدخل البضاعه، ده عالم تاني. خلاص ادي العيش لخبازه، هات مهربين بالاجره يخلصوا لك المساله دي. دول مش عاوزين اجره، عاوزين نسبه ما تقلش عن 40% من كل عمليه. يا دين النبي 40%؟ وغير كده انا مضمونش يسرقوني يوصلوا البضاعه للمخازن نقص. لا، بضاعه ايه دي اللي توصل نقص؟ وده كلام؟ طب يعني احنا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كده واحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخل البضاعه ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب، سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد يا وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. ايه دي يا طه؟ مش الضابط حسام ده كان شغال ضابط في المكافحه والحكومه رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضيه ورميناه في السجن؟
قول يا طاهر، انت هتقول لي قصه حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره، مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعه من بره. انت بتخرف بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمت، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجاله الحكومه وعارف ألعبه وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبه لنا زي جوكر الكوتشينه، نقش بيه وبعد كده نحرمه. ونعرف منين انه هيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقة والحكومة رمياه وبيشتغل بلطجي الكباريه، يرفض كيف؟ البلطجة هينة قدام اللي هيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتقوم على عمومه. اسكت يا حكمة، انا قلت هقتله يعني هقتله، بس خلينا نستفيدوا منه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبورين مجبورين، ما فيش قدامنا حل غير كده. طاهر، اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يكبر.